اطفال، مول تجاري، احنا زودنا كمان نافوره راقصه وهيلث كلاب وكيدز كلاب. هم بيرسموا المشروع وبيختاروا العميل بتاعه كانوا هم متخيلين ان العميل هيبقى عنده اطفال صغيرين فمحتاجين شويه خدمات للاطفال. بالظبط كده. الاهم من ده كله في تقسيم الوحدات، يعني هم كانوا بيبقوا عايزين مثلا كل التراسات على البيت بتاع الفول او على البحر الطبيعي او على النافوره، هم نفسهم هم بيبيعوا يقسموا المباني الوحدات المناطق. المبنى عندك ثابت فيس ولا لا؟ لا 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 لا، كله على الواجهات، كله على الواجهات، كله على الواجهات. انت مختار الشقق كلها او الشاليهات كلها واجهات؟ كلها ريسبشن بالتراس كل واجهه. وفي وحدات تراس واوضه كمان. مش تراس بس. ده اللي كان ماركتنج مصرين عليه هنا عندنا في الشركه علشان فده الاضافه بقى ان احنا كنا متخصصين في البنيه التحتيه، ده اللي العد عليه في السلوجان بتاعنا بتاع شوف الفرق. يعني شوف الفرق ده استاذ محمود في الماركتنج اختاره بناء على اللي احنا عملناه. يعني احنا عاملين محطات معالجه ومحطه تحليل ومحطه ميه ومحطه كهرباء، كل المحطات دي احنا كان ممكن نستغنى عنها وميه الحكومه ويعمل خزانات والكهرباء ما بتتقطعش كده في الساحل الشمالي، ده توجه دوله كل الحاجات دي. بس احنا كنا عايزين تحت تحسبا لاي ظروف في اي وقت يبقى انا الكومباوند بتاعي مش محتاج حاجه من بره. شويه حاجات كده احنا بنين على 28% بالظبط عشان واخدين الباقي مرافق والامن وطرق وباركنج وبتاع. عاملين محطات تحليه علشان ما ناخدش من ميه الحكومه بس، يبقى عندي مصدر تاني علشان الحمامات السباحه الكتير اللي عندي، وعشان لو الميه لاي سبب ما بقتش موجوده يبقى انا خزاناتي على طول ملونه بميه. عندي انت بادئ باسعار لا خالص والله، احنا ابتدينا مع زي سعر السوق بالظبط. يعني احنا بنرتفع كل شويه طبقا لارتفاع التكلفه. ممكن نبقى اغلى شويه. السعر عندنا بادئ من كام؟ دلوقتي المتر بيبتدي من حوالي 6000 جنيه. حوالي 6000. 6000 وعامل الدنيا على 28% وعامل محطات. ما انا قلت لحضرتك في الاول الهدف ما كانش في اول مشروع ربح. الهدف ان احنا بنعمل اسم كويس زي ما عملنا في المقاولات، احنا في سوق المقاولات اسمنا كويس جدا. فاحنا بالتالي كنا عايزين ننقل نفس الاسم الكويس ده للتطوير. وكان احنا عندنا وقت لسه صغيرين. شايف ان هو تقريبا اكتر من 3 كليات صح؟ في عندنا الجزء الاولاني اللي هو عند الكوميرشال اريا ده ارضي 3، الجزء اللي حضرتك بتشاوري عليه ده ارضي 5. بس عموما دي اكتر من ارضي 5؟ لا ده اقصى. ده احنا عاملين مساحات كهربائيه كل المباني في مساحات كهربائيه، في مباني فيها 2 مصعد مش واحد بس. يعني انت عارف ده ان انت زايد باوبشن زياده. ده حقيقي. بس انا ما بشغلش بالي قوي الناس عامله ايه على قد ما انا عايز اعمل ايه، هو ده المهم. وهو ده تقريبا وصلنا في منطقه ثانيه، احنا بعيد عن المنافسين خالص. يعني احنا ما حطيناش في دماغنا ان احنا نبعد عنهم خالص. احنا وصلنا في البوزيشن بتاعنا سواء ماركتنج ولا 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 هندسي ان احنا في حته ثانيه. ده بسبب اللي حصل. احنا حتى الارض وثلاثه عاملين فيه اسانسير. يعني مش مجرد احنا في مشاريع على البحر بتبقى ارض واربعه ومفيش اسانسيرات. انما لا احنا كنا هم بيعتمدوا ان اكثر حاجه في مال الطريق. انا وجهه نظري في الساحل حاجه مهمه جدا، العميل مش شاريها عشان هو محتاجها ويسكن فيها، ده جاي ينبسط. فما ينفعش ينبسط واتعبه في السنه. احتماليه انه يسكن فيها قريب دي بتوع اسكندريه. انا قلت في العملاء اللي من اسكندريه هم اللي ممكن لان حياتهم